الو الو عزت، انا رحيم السيوفي. عزت رحيم بيه، انت خرجت امتى؟ انت فين؟ انا لازم اشوفك. تشوفني ليه؟ انت في حد كلمك من رقم مجهول؟ هما طلبوك انت كمان؟ طلبوا منك ترجع 700 مليون؟ ايوه، كلموني وبيهددوني بالقتل. انا خايف. اه رحيم بيه. عزت انت فين؟ قولي مكانك وانا هجيلك. مش هينفع اقول لك انا فين، بس ممكن نتقابل بره. هكلمك تاني واقول لك امتى وفين. سلام. هو قال لك ايه؟ طلبوا منه يرجع 700 مليون وما فهمتش منه حاجه. لحد ما قابله، انا لازم انقلك من المكان ده في اسرع وقت. هشام، هشام. اثبت. حد لمسك؟ الزمر مطول. فلوس قدامك يا ابو ورد. اعد لو انت فاضي. يلا بس يلا. استنى استنى استنى، لسه بالنا كلام كتير. ابو ورده عايزه دم، خليها دم. ولا اسكت، انا عايز دم واحد بس. لا لا سيبوه هشام والنبي سيبوه. ايه لازمتها النمره دي يا ابو ورده؟ الفلوس اهي ومعاك، والطار القديم وخلص، واحنا مش عايزين نجدده، والا كان زمانك شايف دلوقتي رحيم معانا. ومين قال لك ان انا مش عايز رحيم يبقى معانا؟ سيبوه. اخلص يا بنت. يا ريت كان جه عشان ياخد عايز اخوه. يا على ابو ورده، ولو عايز فلوس تاني اجيب لك. انا خدت اللي انا عايزه. يا على ابو ورده. كده ما ينفعش، ازاي تبتدوا من غيري؟ أمينة هي اللي قالت لك كده؟ أمينة يا باشا كانت قاعدة ما بتتكلمش، مؤاخذة يعني اللي كان بيتكلم هو سيد، بس كل كلمة كان بيطلعها من بقه كان بيبصيها لها، بيأمن عليها كده بعينيه يعني، كأنها هي اللي محافظة بالظبط. يعني هو اللي قال لك تقتل رحيم؟ الكذاب مش راجل يا باشا، أيوة يا باشا، سيد هو اللي قال تقتل رحيم يا باشا، بس حق الله أنا ما كنتش هنفذ. باشا أنا كل أملي في الدنيا يا باشا إن أنا أجرح رحيم طرح بسيط كده يعني، أعلم عليه. لكن اقتله؟ لا. ماشي يا خميس، هتطلع مننا على النيابة، بس قسما عظما لو كلمة واحدة قالت على اللي اتقال هنا هتقضي بقية عمرك في السجن. عمر يا باشا. حاضر. عماد جيت في وقتك يا عماد بيه. ايه ده يا ابو ورده؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ الله، ده انتوا متفقين مع بعض بقى. انت جاي تشمت فيا يا عماد؟ هي الشماته حلوه وانا بحبها جدا، بس مش ده اللي جايبني دلوقتي. امال ايه اللي جايبك؟ تلاقيك انت اصلا السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. جاي علشان انتوا اهلي وناسي اللي ما ينفعش اسيبكم في لحظه زي دي. يا حنين. وبعدين انتوا عايزين الناس تقول عليا راجل مش اصيل؟ ترضاها؟ الواد ده كان عليا بضاعة، ولو سكت فضحت هتبقى بجلاجل. حقك، بس اللي عمل الواد ده عندي. ماشي يا عم عماد. حلو. حلوة بجد؟ انتوا فاكرين بقى اللعبة دي هتدخل علينا؟ أنا من الأول قلت كده، الحكاية دي كارثة، حاجة وحشة. طول عمرك كده يا حلمي نيتك وحشة. بقى ده جزاتي عشان جاي أنقذكم أخدكم معايا؟ خلاص يا بول، كل اللي عملوه ده عندي انا. احنا اتفقنا هيمشوا معاك، بس ما قلناش هيمشوا ازاي. انا قلت هيمشوا معايا من غير ما حد يلمسهم. ماشي يا احمد بيه. خلصتوا المسرحيه؟ ننزل بقى بالستاره عشان نشوف اخرتها ايه. عشان انا عارف ومتاكد اخرتك معايا يا احمد. انا مش عايز منك حاجه يا حلمي. اي نعم في بينا مصانع الحداد، بس انا عند الدم بقف، إن أنا مش بحب الدم، وأنتوا عارفين كويس أبو وردة كان ممكن يعمل إيه؟ دم كتير كتير. خلاص يا أبو وردة، خلاص. اللي تشوفه. أوكي، يلا اتفضلوا، عشان تركبوا معايا. يلا، عايز تقعد؟
يلا. استنى مني تليفون. يعني عايز كم جارد يا سيد بيه؟ مين قال عايز جاردات؟ أنا قلت عايز جاردات؟ أنا عايز تريلات، عايز وحوش يحمل القصر والمركب دي ويتحركوا معايا في كل مكان. صل على اللي يشفع فيه. اللهم صل عليه. أنا عندي رجالة بس هيكلفوك كتير قوي يا سيد بيه. كلفوا زي ما هيكلفوا، أهم حاجة يكونوا مضمونين ورجالة. أي راجل أبعتهولك أنا أضمنه برقبتي. اتكل على الله. بالإذن يا باشا. إذنك معاك. زياد؟ ازيك يا خالو؟ تعالى من امتى؟ أنا هنا بقالي كتير. إيه طفشان من البيت ولا سيد ضايقك زي كل مرة؟ العادي يعني. بتتكلم قاعد فين؟ سيد ماشي يشتم فينا كلنا، بس أنا ما سكتلوش. جدع. الله يحرقك يا سيد. هو ماشي يشتم فينا كده طول الوقت؟ هشام هو السبب. جاي له واتخانقوا مع بعض. وهشام كان جاي ليه؟ كان جاي ياخد من دروبي 500,000 جنيه. 500,000 جنيه؟ ليه؟ حازم باب مفتوح؟ اه شكرين يا عماد بيه. ده اقل واجب. المهم تكون المدام بخير ومحدش اتعرض لها. لا الحمد لله بخير. اوكي. انا مستني. مستني ايه؟ قول لي بقى ليه كل الفيلم ده؟ ابدا. زي ما تقول كده صعب عليا تموتوا بايدين واحد زي ابو ورده، وقلت انكم لازم تموتوا على ايد حد اشيك من كده شويه. عماد احنا اشتغلنا مع بعض كتير قوي. طلع اللي جواك. اللي جوايا؟ جوايا ادي اللي جوايا. تهيألي ده يغطي مصاريف بنتك مش كده؟ الله ده انت عارف كل حاجه اهو. ابدا عايزك في شغل وده العربون. وظرفات العربون مش مردود يا صاحبي. حلمي ما تفكرش غير في بنتك وبس.